حدثنا خالد بن مخلد حدثنا مغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لاطوفن الليله على سبعين امراه تحمل كل امراه فارسا يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل ولم تحمل شيئا الا واحدا ساقطا احد شقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله قال شعيب وابن ابي الزناد تسعين وهو اصح